بسم الله. تمارين حول درس الأعداد الكسرية لمستوى السنة الأولى إعدادي، الموسم الدراسي 2016-2017. تمرين رقم 10. إذا علمت أن A يساوي 44 على 55 و B يساوي 13 على 39، فاحسب A زائد 3 على 10 ثم B ناقص 1 على 9، فA زائد B وأخيرا A ناقص B. يلا أنقل التمرين في دفترك ثم أنجزه. يلا لنبدأ الجواب. لنحسب ما يلي علما أن A يساوي 44 على 55 و B يساوي 13 على 39. يلا قبل أن نبدأ بحساب A زائد 3 على 10، يمكننا نقوم بواحد الحاجة مهمة حول A وحول B. ترى ما هي؟ فعلا عملية الاختزال. سنختزل A وسنختزل B. يلا بكم سنختزل A؟ انظر معي إلى البسط 44 والمقام 55. هناك إمكانية الاختزال بماذا؟ نعم بـ11. تعطينا ماذا؟ إذا اختزلنا بـ11 فعلا تعطينا 4 على 5. وبالنسبة للكسر الثاني 13 على 39، بكم يمكن الاختزال؟ فعلا يمكن الاختزال بالعدد 13، فتعطينا كم؟ نعم تعطينا 1 على 3. وهكذا أصبحنا الآن نتعامل مع 4 على 5 و 1 على 3 عوض 44 على 55 و 13 على 39. يلا نعوض الآن بقيمتها، فماذا سنكتب؟ نعم A هو العدد 4 على 5 زائد 3 على 10. ثم نواصل. ما هي المرحلة الموالية؟ فعلا توحيد المقامين. ما هو المقام الموحد للعددين 5 و 10؟ نعم المقام الموحد هو 10. كما ترى 10 مضاعف لـ5، إذن للحصول على 10 يكفي أن نضرب 5 في ماذا؟ نعم نضرب المقام 5 في 2 والبسط 4 في 2 فتعطينا 8 على 10 زائد 3 على 10، والمجموع هو ماذا؟ فعلا هو 11 على 10. مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام هو عدد كسري بسطه ومجموع البسطين ومقامه هو نفس المقام. B ناقص 1 على 9. B هو العدد 1 على 3. إذن كما ترى عوض أن نتعامل مع 13 على 39، أصبحنا نتعامل مع 1 على 3 ناقص 1 على 9. هو المقام الموحد؟ فعلا المقام الموحد هو 9. إذن يكفي أن نضرب بسط ومقام العدد الكسري 1 على 3 في ماذا؟ نعم نضرب بسطه ومقامه في 3. 1 في 3 3، و 3 في 3 تساوي فعلا 9 ناقص 1 على 9. وكم يساوي الفرق؟ فعلا الفرق هو 2 على 9. فرق عددين كسريين لهما نفس المقام هو عدد كسري بسطه وفرق البسطين ومقامه هو نفس المقام. لنحسب الآن A زائد B. A كما ترى هو العدد 4 على 5 و B هو العدد 1 على 3. يلا ما هي الخطوة التالية؟ فعلا توحيد المقامين. ما هو المقام الموحد؟ صحيح هو العدد 15. إذن سنضرب 4 في 3 أي 12 و 5 في 3 أي 15 زائد، ثم نضرب 1 في 5 أي 5
ونضرب 3 في 5 أي 15. وهكذا حصلنا على عددين كسريين لهما نفس المقال، والمجموع هو ماذا؟ فعلا هو 17 على 15. أعتذر، نعم فعلا 17، 12 اللي زدنا عليها 5 هي 17. إذا A زائد B تساوي 17 على 15. نحسب A ناقص B، A هو العدد، فعلا 4 على 5 ناقص B أي ناقص 1 على 3. المقام واحد هو ماذا؟ فعلا هو 15. إذا 12 على 15، سبق وأن تعاملنا مع مثل هذه العملية، إنما عوض الجمع عندنا الآن الطرح هكذا. و 12 ناقص 5 تساوي كم؟ فعلا 7، إذا 7 على 15. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.